في منطقة أبوبو المكتظة بالسكان، اختار السائقون العموميون الدراجات النارية وسيلة للعمل والنقل العام للركاب، حيث تم التعديل على الشكل الأصلي للدراجة النارية وإضافة مقاعد في الخلف بإمكانها أن تقل 4 إلى 5 أشخاص. أنا أعمل سائق دراجة نارية للأجرة منذ 3 أعوام في منطقة أبوبو. نتقاضى عن الراكب الواحد 100 فرنك أفريقي، ولكن نحن بحاجة قبل البدء بالعمل إلى أخذ إذن من الشرطة. كثر يعملون من دون هذا الإذن. ولأن استهلاكه للمحروقات أقل، ولأن الشوارع في المنطقة ضيقة ومزدحمة وأحياناً غير معبدة، بات الموتوتاكسي وسيلة المواصلات الرئيسية في المنطقة. الموتوتاكسي يناسب بشكل عملي السكان في هذه المنطقة، فالتنقلات هنا مكلفة كثيراً، ولا سيما أن المسافة للوصول إلى القرى طويلة ومعقدة. اقترحنا في إحدى المرات أن نستعمل العدادات في الموتوتاكسي، إلا أن الزبائن رفضوا لأن هذه الطريقة ستزيد تعرفة الراكب. الموتوتاكسي يساعد الناس كثيراً. آراء السائقين قد تختلف عن آراء بعض المواطنين أحياناً، ولا سيما من ناحية السرقات وخطر التعرض لحوادث السير. الموتوتاكسي خطر، هو خطر على الركاب وعلى السائق نفسه. بالإمكان أن يسرقك أحدهم، أو بالإمكان أن يحدث الأسوأ ويقع حادث سير. هذا يعرض الركاب والناس في الشارع لخطر كبير. ليس هناك تأمين على هذا النوع من التاكسي. يجب على الحكومة فعل شيء حيال الأمر. شكلت الدراجات النارية المعدلة حلاً ناجعاً لمشكلة المواصلات، إلا أن اعتمادها كوسيلة نقل عام يفرض التعامل مع الخطر المحتمل الذي يمكن أن يتعرض له من يستخدمها. وبين قلة الموارد المالية واحتمال الخطر، ترجح كفة أغلبية سكان المنطقة إلى الاعتماد على الموتوتاكسي إلى أن يظهر حل آخر مناسب. علي مرتضى يوبوغان، الميادين.